بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. بكل فخر واعتزاز وشكر وامتنان إلى أهلنا وشبابنا الصابرين الصامدين في سوح النزال، كما عاهدناكم سابقا لقد سطرتم أروع ملاحم الصمود والمقاومة في جميع الجولات لهذا اليوم المجيد، وبسكم في الميادين ومقاومتكم الملحمية قد برهنتم لمرتزقتهم أنهم أوهن من بيت العنكبوت، وأن قبضاتكم المقاومة قد أذلت وحطمت جبروت العدو بمركباته وعتاده وأسلحته. فتلك دماء شهدائنا لم تجف، وأنين المعذبين في سجون الظلم لا زال يصدح ألما في قلوبنا. فكم نشتاقكم ونشتاق إلى مواقفكم وبصماتكم المشرفة التي سجلها تاريخ الثورة المباركة في أرض المعامير الصامدة. قبلة خاصة على جبين وتلك الأيادي السمراء لشبابنا المقاومين الأحرار. ومرة أخرى نقدم جزيل الشكر والامتنان لجميع أهالي البلدة الأوفياء نساء ورجالا الذين دعموا وساندوا وشاركوا في فعالية عصيان 14 من فبراير. فأنتم فخرنا وعزتنا، ونسأل الله أن يحفظكم من كل سوء ويؤيدكم بنصره القريب. وأخيرا ومن منطلق الثأر لشهدائنا الأبرار رضا الغسرة ومحمود يوسف ومصطفى يوسف التي سفكت دماءهم برصاص الغدر الخليفي، ووفاء لمعتقلينا ورموزنا القادة المجاهدين، وبإيمان المتوكلين الغيارة ندعوكم للمشاركة الحاشدة في الجولات اليوم الثاني من العصيان الثوري تحت شعار على العهد عصر يوم الأربعاء الساعة 3:30 عصرا.